السياسة التشاركية لم تأتي عفوا من قبل المجلس البلدي الذي دأب على تنظيمها، بل جاءت نتيجة ميثاق جماعي جديد الذي يوصي بتدبير التشاركي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. من هذا المنظور ينطلق المجلس البلدي لتنظيم هذه المنتديات على أساس أن نصل وأن نساهم جميعا، المجتمع المدني والجمعيات الأحياء وكذلك المجلس البلدي، في بناء الجماعة، سواء تعلق الأمر بالمجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو الرياضي، في جميع مناحي الحياة. انطلاقا من هذه التخصصات بإمكاننا جميعا في إطار تضافر الجهود أن نبني جماعتنا في إطار ما توجيهات سامية لصاحب الجلالة وكذلك البرنامج الحكومي الذي ينفذ حاليا انطلاقا من تحديث المجتمع المغربي وكذلك ترسيخ قيم التضامن والتشارك والتعاون بين المجتمعات. حماسة للمنتديات اللي كان هي الاجتماع مقرن اردت لي من العمل العام، وهو انسكار ديال الحوار ديال نقاش الجمعيات كي قالت تغليس تكلف الثقافه من ناحيه الشبيبه من ناحيه الرياضه من ناحيه حتى اللي كان الجمعيه الحي اللي حصد غنميد القضيه الاشجار القضيه الضوء القضيه الزبال من ناحيه الجمعيات اللي مثلا انسكرت غياد الصحة تمغارت الدراري الصحة المعوقين إلى آخره. وكان كيقعد العام سمونا البلدية كلشي مدناد أرجستيرين كذلك المندوبون الوزارات اللي هما كلو الخيرات أرسكرن تيت المناقشة أرجست فوهن تكران التوصيات ما كان التوصيات وهو المشاريع اللي راه تسكر البلدية ولكن تسكر التعاون كرس ديال الجمعيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، بخصوص ورشة التجارة والسياحة والحرف، فكما جرت العادة بأن يكون الرئيس المكلف بالقسم هو رئيس الورشة، فإن السيد بالخير مسوس نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالتجارة والسياحة هو الذي ترأس الورشة، والمقرر الورشة عبد ربه حسين عمري. مجموع المشاركين في الورشة 26، منهم ممثلو المصالح الخارجية، جمعيات وتعاونيات المدينة، مكتب الدراسات ريجيس، الصحافة. منهجية العمل هو ميثاق الورشة، بالإضافة إلى جرد للتوصيات المنتدى السابق والوقوف على ما نفذ منها. بعد ذلك تم توزيع محاور الورشة إلى 4 محاور. المحور الأول هو محور التجارة، وقد صدرت فيه 7 توصيات. المحور الثاني هو محور السياحة، صدرت فيه 10 توصيات. المحور الثالث هو محور الحرف، صدرت فيه 8 توصيات. المحور الرابع هو مختلفات، ويكون مجموع التوصيات 26 توصية. فمقارنة مع المنتدى الثالث والرابع والخامس، فإننا نلاحظ أن هناك تزايد في عدد التوصيات وتزايد الاهتمام بتنمية المدينة. ففي سنة 2008 كانت لدينا 17 توصية، والسنة المنصرمة كانت لدينا 8 توصيات، وهذه السنة
حصلنا على 26 توصية، وهي كالتالي: بخصوص توصيات التجارة، التوصية الأولى: تنفيذ وتفعيل توصيات سابقة بخصوص ظاهرة الباعة الجائلين. ثانياً: محاربة بعض الظواهر السلبية في محيط الأسواق والدكاكين التجارية وساحة المشور. ثالثاً: التفكير في خلق فرص التجارة التضامنية. رابعاً: التعجيل بإنجاز مشروع مجمع التكنولوجيا الحديثة. خامساً: تنظيم لقاءات تواصلية حول مخططات القطاعات الحكومية. سادساً: تأهيل سوق إدارية الموظفين. سابعاً: أجراءات مخطط رواج. بخصوص التوصيات السياحية، أولاً: التوصية الأولى: تأهيل المدارات المحادية للأسوار التقليدية. ثانياً: العناية بالدور التقليدية والحفاظ على الذاكرة العمرانية للمدينة ودعوة المجلس البلدي إلى اقتنائها عند الضرورة. ثالثاً: دعوة المجلس إلى تشجيع السياحة التضامنية. رابعاً: العمل على إنجاز دليل سياحي للمدينة وبطاقات تعريفية بالمدينة واستغلال الشبكة العنكبوتية. سادساً: تفعيل دور المجلس الإقليمي للسياحة. سابعاً: خلق مندوبية إقليمية للسياحة. ثامناً: التعجيل بتنفيذ مخططات تأهيل ساحة المشور. تاسعاً: رفع ملتمس لاستفادة مدينة تزنيت من المدارات السياحية. عاشراً: تأهيل